تكون في الفيديو. احنا الان متواجدين في مدينه وجده ان شاء الله بحوله لتغطيه المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد افريقيا الوسطى في تصفيات كاس امم افريقيا التي ستحتضنها المملكه المغربيه. اليوم ان شاء الله بحوله غادي نستمعوا للارتصامات ديال الجماهير المغربيه وكذلك ايضا لساكنه مدينه وجده حول هذه المباراه وكذلك ايضا العرس الكروي الكبير الذي تشهده الجهه الشرقيه. اقبال كبير على التذاكر، مباراة ستكون بشبابيك مغلقة اكيد، واكيد الفرجة ستكون كبيرة جدا على الملعب الشرفي بمدينة وجدة الذي سيحتضن هذه المباراة التاريخية لأسود الاطلس. اذا مشاهدينا الكرام نخليكم مع الارتصامات والتوقعات ديال الجماهير المغربية وساكنة مدينة وجدة حول هذه المباراة. السلام عليكم، جيت اليوم انا مدينة وجدة من الرباط حتى لوجدة باش نسيبورتي ليكيب ناسيونال ان شاء الله. ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله واحد النتيجة اللي زوينة وغادي يكون ماتش زوين. والحاجة اللي زوينة اللي عجبتني هي اننا نلعبوا في واحد المدينة اللي جديدة، ديجا كنا لعبنا في اكادير، لعبنا في كازا، لعبنا في الرباط، وحاجة اللي وحاجة زوينة اننا نلعبوا بهم في وجدة. وجدة اللي معروفة عاصمة العاصمة الشرقية، وحنا بالنسبة لنا حنا مزيانة نجيو نكتشفوا هذه المدينة. حتى انا ديجا عمري جيت لهنا تقريبا دابا مرتين باش كنجي لهنايا. المهم جينا نتجيو نكتشفوا هذه المدينه، نعرفوا ناس جداد، ثقافه جديده، تقاليد جديده. والاهم حاجه من هذا الشيء هو كنتمناو جديد وفاش شي تنان كبير تاهي، بقاو ديما نبقاو نجيو نتفرجوا هنايا. وان شاء الله اليوم مربوحه وديما مغرب وان شاء الله 3-0. شكرا للموقع اليوم اللي غادي يقرب بعض الناس هذه المشاكل ديال التيكيت اللي عشناها. والمنطقه الشرقيه جادوا داروا فيها جوج عراس رياضيين مثلا السبت والثلاث. الناس ديال المنطقه الشرقيه راه انا والتيكيت وصلوا 500 درهم 400 درهم محشومه. وجهه النظر ديالي انا كنتمنى الناس ديال الجامعه يخرجوا بشي قرار، تكون واحد الجهه ديال الترقيب، يعلموا الناس اللي يسقوا مع الامن وحيدوا هذه الظاهره هذه. وحنا فرحان الناس ديال وجده داروا ترحيب زوين، كلشي فرحان بينا، الناس ناشطين، كلشي بخير وعلى خير. وهذا العرس الرياضي غيزيد يعطي دفعه للمدينه اكثر، ولكن ما كملوهاش. هو هذا التيكيت ما ساعدوش الناس، كاين اللي ظروفهم ما كتسمعش، ما عرفوا المنطقه الشرقيه اقل عندهم هذا العرس الرياضي كنتو تراعيو شويه ديال التيكيت. انا عاذر الجميع، ولكن كنشوف هاد الناس اللي كيتلعبوا بهذا الشيء هذا. موش نظر ديال عزيز صالحي بطل دولي ومشجع المنتخب الوطني، انا كنبغي هادشي هاد الظاهره تحيد. والحمد لله هما هادشي اللي بغا يكون في المستوى. كاين عناصر شابه، عناصر اللي جايه غتقول الكلمه ديالها، وفرحوا بالجنسيه المغربيه لانه جوج لاعبين جداد غنشوفوهم والجمهور المغربي كله فرحان بهم. اليوم النتيجه غتكون كبيره ان شاء الله، نظر الجماهير الشرقيه غتقول الكلمه ديالها، غتجاوب مع لاعبين. الحمد لله عندنا فريق اللي نضمنوا به المستقبل. غير افريقيا بعد لاعبين صغار ما عندهمش خبره، كنتمنى من الركراكي يلعبهم باش ياخذوا الخبره. احنا مع اوروبا كنكونوا كبار، ولكن مع افريقيا في كاس افريقيا كنتشخصوا مع فرق عادي. خاص لاعبين تكون عندهم خبره كبيره، واللاعبين اللي ما لعبوش في افريقيا خصو يلعبهم. وجه النظر ديال عزيز صالحي، وانا فرحان ديما مساند المنتخب الوطني. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. انا من ديال المدينه الشرقيه العاصمه الشرقيه وجده، ماشي غريبه عليا. انا جيت لها وجيت لها في البطوله الوطنيه، وجيت لها لما كان لعب المنتخب المغربي المحليين. الحمد لله بعد نزولي في مطار انقاد الحمد لله كان استقبال جماهير جدا جميل. شكرا للجماهير ولا لاهل وجده على الاستقبال، على اخذ تذاكر صور معايا. الحمد لله انا رجل بسيط ولكني هما مساكن عندهم عزيز كيبغوني. هذا عرس رياضي بالنسبة لمدينة وجدة، الحمد لله كنتمنى يكون بخير وعلى خير. شكرا لوالي الجهة ألا هو معاد سي معاد، يعني والي الجهة، لأن يعني سهر على هذا راه ماشي سهل. مدينة وجدة استقطبت هذه التظاهرة الكبرى لأن إفريقيا، ونتمنى خير إن شاء الله، لأن ماشي سهلة. هذه كتنمي الاقتصاد ديال المدينه وكتنمي بزاف ديال الحاجات. بغينا اول كبار رساله انه الملعب ديال مدينه الشرف ديال وجده يزيد يكبروه، لان لما شاهدت هذا شفت الملعب الناس باغيه التذاكر وخصهم يدخلوا كاملين، لكن الملعب صغير. اللي ما لقاش يتفرج القهوه هادشي اللي كاين. والحمد لله حتى حنا باقي ما حصلناش على التذاكر، ونتمنى ان شاء الله نحصلوا عليهم في اخر لحظه ان شاء الله. هادشي اللي كاين راه شحال الناس سحبنا في راه كنجيو وراه كلشي مفرط، راه تاعنا كنتعبو كنجيو مالنا الخاص شي عرف اي واحد. بغينا ان شاء الله تكون مدينه وجده عندها واحد الملعب كبير اللي يكون هاد واحد 50000 ولا 45000 ان شاء الله. وراه بالنسبه لما كتشاهد الملاعب هكا غيجي المنتخب العام كذا، راه الاقتصاد ديال البلاد كيطلع مزيان. شفنا السي محمد الاقبال على هاد المباراه صراحه راه ماشي غير من وجده،
شفنا هنا جمهور ديال بركان. لا شا لا كا لا شوف 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 والله شوف ما نكذبش عليك. السلام عليكم. جول 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 جول. تبارك الله اللي هذا كيهضر باللغه الاسبانيه ما ان شاء الله ربما غترى. لا لا ما خصني نقول ماروكوس كي كان ماريانا يعني 3-0 خصو يتكلم معايا ولكن هو انا عندي مع اسبانيا شي حاجه. الريبه الفوق يعني الريبه الفوق. ديما ما قالش ابا اخو ما قالش ابا اخو والحمد لله كنتمنى ان شاء الله تكون مباراه شيقه. كنتمنى من الجماهير اللي غتكون حاضره في الملعب يعني يحترموا النشيد الوطني ديال الفرق الوسطى وفي النشيد الوطني ديالنا نكونوا زاهين شي نشيد يكون يطلع مزيان ونتمنوا خير النشيد الوجدان هنايا. كنشكر الناس ديال الوجدان على هذا الاستقبال اللي استقبلونا به شكرا لهم بزاف. والنتيجه ان شاء الله رغم غياب زياد ودياز وكانوا معطوبين وان شاء الله تكون النتيجه بصالح المنتخب المغربي. السلام عليكم. بالنسبة اليوم ماتش واعر اللي غادي يتدار في مدينة وجدة، أحسن ماتش بالنسبة لينا جا في مدينة الشرق قريبة لينا، نتمنى تكون مربوحة شي 4-1 ولا 3-0، المهم مربوحة وديما مغرب.
الحمد لله كانت الأجواء ممتازة، كان تنظيم جيد الحمد لله، والمقابلة كانت يعني عرفت واحد النجاعة الهجومية كان كيف تاخذها المغرب، والحمد لله النتيجة راه المعبرة 5-0. كنتمناو الاستمرارية في العمل ونتمناو الحظ سعيد إن شاء الله في كأس إفريقيا اللي غادي يحتضنها المغرب إن شاء الله، وديما المغرب.